بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اليوم هو 29 حزيران 2020، محاضرتنا الأخيرة بإذن الله في مادة تصاميم الحديد لهذا العام الدراسي 2019-2020. كان عام غير طبيعي، ليس له مثيل، اللهم فقط في هذا الوقت مريد بالمستقبل ليس له مثيل، يعني نتمنى الأيام الجاية تكون بإذن الله أحسن، وهذه أمنية بيد رب العالمين ممكن تتحقق. موضوعنا اليوم هو الكونكشن، الجزء الثاني من عنده. احنا الجزء الأول أخذناه هو كان البولتس، الأسلوب الثاني هو اللحام، الـ Welded Connections. محاضرتنا اليوم راح تكون على ثلاث أجزاء. الجزء الأول راح نتحدث به مقدمة عن الموضوع، ثقافة عن اللحام، ما هو اللحام، تعريف اللحام، طرق وأنواع اللحام، وبعض الرموز والترميزات للحام. هذا بالنسبة للجزء الأول اللي هو راح يكون Introduction. الجزء الثاني راح يكون limitations، محددات، ما هو سمك اللحام الهندسي، ما هو طول اللحام، ما هي محدداته وعلاقاته بسمك القطع اللي بنلحمها إلى آخره. الجزء الثالث والأخير راح تكون الwell strength according to AISC specification، مقاومة اللحام القصوى بموجب المواصفات معهد الغرس، معهد الأمريكان إنستيتيوت أوف ستيل كونستراكشن، معهد الفولاذ، الإنشاءات الفولاذية الأمريكية. شوية ترجمة لك هنا، مو مشكلة. أوكي، فنتوكل على بركة الله. Welding defined، يعرف اللحام على أنه it's a physical joining process. Welding may be described as a metal working process in which metals are joined by heating them to melt to the melting point and allowing the molten portion to fuse or flow together. يقول هو عملية فيزيائية، اللحام هو انصهار، هي metal working process in which metals are joined by heating them to molten point. بين احنا راح نسخنهم الى حد الانصهار، فهذا الانصهار راح تندمج القطعتين نتيجه جريان المنصهر مع بعضهم بوجود ماده ثالثه اللي هي احنا نسميها ماده اللحام، اللي هو يسمى واير اللحام. Structural steel welding. Arc welding requires striking low voltage, high current arc between an electrode and the work pieces. The work pieces لها مصطلح آخر نسميها البيس ميتر، المعدن الأساس. الارك ويلدينج تتطلب تسليط فولتية قليلة. مثل ما تعرفون القدرة تساوي الفولتية في التيار. فأنت عندك قدرة جهاز اللحام معروفة، راح نخفض الفولتية. هذا تخفيض الفولتية راح يسبب جريان الكترونات عالي جدا. هذا الجريان راح يسبب لوسز بالمعدن، من راح يسبب لوسز بالمعدن راح ترتفع درجة الحرارة، من ترتفع إلى حد الانصهار يبدي ينصهر المعدن الموجود نتيجة تولد ما يعرف بالسبارك. The intense heat generated with this arc melts the base metal and allows the joining of the two components. هذا التركيز الحراري العالي راح يخلي القطع تندمج مع بعض. The characteristic of the metal that is being welded and the joint type. خواص المعادن اللي نريد نلحمها وخواص المفصل، هل هو من نوع الجروف، الجروف الخندقي او يسموه الشقي، الجروف ويلدينج، او الفلت. الفلت هو اللحام المدور المبروم. Dedicates the welding parameters، هذا راح تعطينا خواص اللحام،
راح نشوف اكو مقاومه للجروف واكو مقاومه المن للفيلت ويلد. كل واحد من عندهم يختلف. And the procedure that needs to be followed to obtain sound weld joint. الهدف من عندنا طريقة العمل بحيث نحصل على لحام مصمت sound. هنا اللي هو sound ترجمة صوت، بس هنا لا عكس الصوت، وإنما مصمت يعني ما بي فراغات، ما بي internal cracks، ما بي voids إلى آخره. فهذا هو الهدف مالنا. هذا فيلم وثائق مسويته أحد الشركات. نطلع عليه. هذا فد مختصر، كان تعريف بسيط عن الـ typical arc welding processes. shell metal arc welding أول نوعية تسمى shelled metal arc welding. هنا الشل من قصف، يعني أكو مصطلح يقول shelling يعني قصف، يعني رمي معادن بعض البعض الآخر. فالshelled metal arc welding مختصرة سماو SMAW. شنو تعريفه؟ Shielded metal arc welding, which is also known as stick welding, is the most widely used process. هي أكثر طريقة شيوعاً للاستعمال اللي إحنا نشوفها بحياتنا اليومية. اللحامين العاديين لازم بيد عصا، هاي العصا برأسها إلكترود. هذا الإلكترود راح يكون هو مادة المنصهر. لو ننتبه على الإلكترود بقطعتين، القلب مالة الإلكترود معدن فولاذ ذو مقاومة عالية. يعني خلي أصور لكم المقاومة. احنا اذا عندنا حديث 36 KSI، هذا اقل شيء لازم يبدي من 60 KSI، 60 70 80 90 100 يوصل حتى ال 100 KSI، يعني ثلاث مرات اقوى هذا المعدن مالته من الحديد الراح له. اضافة الى اكو قشرة، هذه القشرة من مادة خاملة. الهدف من هاي القشرة راح نشوف هسه بالتوثيق او الصور، راح نشوفها بان هذه تحمي المنطقه اللحام اثناء الانصهار، تعزلها عن الاكسجين حتى لا تصير بها لا اكسده ولا خبث اثناء اللحام. The arc is strict between the metal to be welded and a flux coated consumable electrode. The fluxes are mostly made from minerals component and cover the hot weld deposits and protect it from the environment. هذا الكلام نفسه قلت لكم اياه، بان هذا الماده اللي هي نسميها فلكس فائضه، يعني ما تدخل في المنصهر نفسه، وانما شنو تغطي المنصهر، تسمى بالفلكس. The solidified glassy product slug should be removed by chipping or with a wire brush. الناتج المنصهر المصمت اللي هو ناتج متزجج glassy product، الخبث اللي فوقه يجب ان يزال اما بالشيبينج بالقشط، اكو مطرقة بها رأس المنقار هذه نبدي نضرب بها اللحام، فيبدي هاي الطبقات الغير مفيدة اللي هي ناتجة عن هذا الفلكس اللي تكلمنا عنه يندمج مع بعض المعدن يطينه في الطبقة الصلبة، لكنها أشياء تزال بعملية تشيبينج أو بفرشات المعدنية الواير برش. هذا هو في النموذج يبين لنا عملية اللحام. هذا الكرنت ماتيريال المادة اللي دريد احنا نلحم فوقها الأساس. هذا واير اللحام اللي هو باللون الأزرق ويحيط به التغليف الخارجي كفرنج. فهذا الالكترود كور واير، هذا هو اللون اللي قلنا من معدن ذو مقاومة عالية، وهي المنطقة الرصاصية الخارجية هي الكفرنج اللي هي الفلكس سميناها. باللحام راح نترك تجويف أو فجوة، هاي الفجوة بحدود 3 ملم
من 2 إلى 3 مليمتر، هذه يقدرها اللحام هو وكفاته. لو لصق الواير بالقاعدة ما راح يصير عندنا عملية انصهار، وإنما راح يصير سريان للتيار الكهربائي بدون توليد حرارة، وإنما شو يسوي؟ يخلق هاي القاب. هذه القاب بسبب وجود فولتية وإن كانت بسيطة راح شو تسبب؟ راح تسبب سبارك هنا، فالإلكتريك آر، فراح يصير عندنا هنا تفريغ كهربائي أشبه بالصاعقة مال المطر. لما يصير عندنا الصاعقة راح يصير تفريغ شحنة كهربائية من الموجب إلى السالب، فهاي راح تفرغ ترجع مرة ثانية للماكينة قطعة اللحام مربوطة بالطرف الآخر من ماكينة اللحام، وهذا يعني هاي راح تكون ناقص، هاي راح تكون زائد، فراح يصير عندنا تفريغ للكهرباء. ارتفاع درجة الحرارة العالية راح يسبب انصهار. لاحظ الانصهار متكون من جزئين، جزء اللي هو معدن الواير اللحام، والجزء الآخر هو القاعدة. مولدة لنا منطقة دمج من المادتين، اندماج من المادتين، المنصهر هذا مع المنصهر هذا، منصهرين نسميها المولتن والبول، بول مسبح بس هنا تجي حيز. هاي العملية راح يصير عندك حديد جديد وحديد قديم. الحديد القديم راح يؤدي إلى حفر المعدن اللي دني لحمه، شوف نسوي بنتريشن بي، والحديد المضاف راح يسبب ارتفاع للمعدن، فصار عندك بولت أب أوف وولد ميتر. فوقها منطقة الخبث سوليديفايد سلاج، قاعد تكلمنا عنها، الفائض مال اللحام والطبقات الأخرى. راح ينبعث أثناء اللحام غازات، غاز شيلد. هذه الغازات مفيدة ومضرة. مفيدة بأن راح تعزل الأكسجين، مضرة قد تتداخل مع المولتن بورشن مسببة ما يعرف بالبوروسيتي، مسامية باللحام. أوكي. فإذا النوع الأول نطلع من عنده خلاصة، هو أبسط الأنواع ممكن أن يستعمل بأي مكان، وهو يفضل للفيلد ووركينج، الأعمال الموقع. هذه الميزات مالته، يفضل للفيلد وورك، يمتاز بمقاومته غير العالية، يعني تتخلل مشاكل كثيرة، يتطلب عمال مهرة، يتطلب عمال مهرة لإهداء اللحام، يعني مو أي عامل، مو أي واحد يسوي لحام ويطلع السبارك مع الولدينج نعتبر هذا لحام. إذا ما يطلع لنا لحام سوليديفايد، خطوط مستقيمة، ثيكنس متقارب، ماكو كراكس، ماكو فويدز، هذني كلها تجي باي اكسبيرينس. هنالك معهد خاص لتخريج اللحامين بالعراق، كان سابقا في البصرة بالمنشآت النفطية، لأن عندهم عمليات لحام الأنابيب تتطلب لحامين مهرة أصحاب شهادات بالتخصص باللحام، يعني يدخل دورات فيطلع سيرتيفيكيت من هذا يصلح أن يكون لحام، وعددهم قليل. ننتقل الآن للنوع الثاني اللي هو Submerged Arc Welding، ساو مختصرة Submerged. Submerged معناه منغمر. Arc Welding لحام القوس. Here the welding electrode is submerged in flux material as shown in figure. هنا الموضوع أكثر أهمية. راح يجيبون ماكينة، الماكينة هذه بيها هوبر، نخلي بيه مادة الفلكس اللي هناك كانت قشرة بسيطة، هنا راح تجي أكياس مثل أكياس الإسمنت، نديرها بهذا الهوبر. الماكينة تتحرك على هاي السكة، ومرتبط بها فيلر واير سبول، هذا بكرة بها واير لحام ومرتبط بالجهاز، فراح تتحرك هذه على السكة. ايش راح يصير؟ راح تلحم لنا القطع، يعني هذا طبعا هذا النوع من اللحام يسمى بالجروف، هذا الخندقي او الشقي، راح تمتلي المنطقه لحام مغمور بالفلكس. هذا ايش تضمن لنا؟ تضمن لنا انعزال ماده اللحام 100%، وبعد ما نخلص تتنظف هذه الفلكس، يطلع لنا اللحام منتظم يلمع وخط مستقيم سمك واحد، لأن هنا سرعة الماكينة وسرعة حركتها ثابتة، فبالنتيجة راح تطلع عندنا اللحام. فإذا هنا تمتاز بالدقة العالية، هذا النوع من اللحام ينفع للشوب وولدينج. شوب وولدينج يعني مقصود به
المعامل الخاصة باللحم. أوكي. هذا كذلك فيلم وثائقي مصور. هذا صبر. اوكي فلاحظت هنا ان الارك سمرج اندر ذا باودر، ولو لاحظت اكو جزء اللي قدام قبل ماكينه اللحام يرمينا الفلاكس، وبعدها شنو يجي واير اللحام ينصهر، والجزء الاخر يقشطه ينظف. فاذا شفت ثلاث خطوط كانت، طبعا هذه افلام شركه كوراس موجوده بالانترنت يعني لحقوق الطبع، احنا لازم نذكر الكوبي رايت لشركه كوراس، فانا ماخذها من الانترنت ونزلتها ضمن المحاضرات لفائده الطلبه واطلاعهم على انواع اللحام. It's an arc welding. هنا عفوا ننتقل للجزء الثالث اللي هو الغاز ميتال arc welding. جماو المختصر مالته. It is an arc welding process which produced the welding of metals by heating them with an arc between a continuously fed filler metal electrode and wire. The process used shield from an externally supplied gas to protect the molten weld pool. احنا معالجة أخرى للمسألة. إحنا عندنا مشكلة، فإذن أكو أبحاث كثيرة صدرت من زمان، هذه الأبحاث بدأت توفر بدائل أكثر. هذا النوع الثالث دمج ما بين النوع الأول، بين عندي عامل لحام مو ماكينة لحام يقدر يشتغل، ويقدر يشتغل بالحق قليل ويطلع لي خواص أخرى. بدل الفلكس استعملوا غاز خامل. ما هي الغازات الخاملة أو الغازات النبيلة؟ مجموعة غازات بعضها خطر والبعض الآخر غالي، فهنا راحوا باتجاه مثلاً الأرغون، غاز الأرغون من الغازات الخاملة. هذا راح يغذون المنطقة اللي يصير بها انصهار هذا الغاز، راح يسوي لنا فد قبة حول منطقة اللحام من غاز الخامل أو غاز الأرغون مثلاً. هذا راح يعزل منطقة الانصهار عن الأكسجين، الأكسجين اللي هو بالبشر والنبات حياة، بس بالحديد خراب. تعرفون ليش؟ هنا هسه هذا فد رسم نموذج واير اللحام بواير يغذى على شكل ايضا كويل، واكو عندي شيلدد غاز، هنا غاز يعني يغذى هاي المنطقة، وهنا الراجع التنفيس الأبخرة. عفوا الغازات. فهنا راح يصير عندنا عملية اللحام مغطى بالغاز الخارجي. هذا كذلك فيلم وثائقي من شركة كوراس. هذه كلها حتى تصير عندنا معلومات. هسه نجي ندخل بالموضوع بعد اكثر تفاصيل. ما هي مصطلحات المفاصل؟ عندي لاب جوينت، طبعا سبق ان استعملناها في موضوع البولت. مثلا بالبولت كان عندنا لاب جوينت باد جوينت، بين الاثنين ومشت عندنا عمليه البراغي. دائما عندنا القطع اللي بالبراغي نريد نربطها وحده توازي الاخ حتى بري يعبر. اما باللحام نقدر نشتغل كورنر ويلدنج، يعني نجيب
بليتة على بليتة بشكل عمودي زاوية 90 أو بليتة على بليتة بشكل حرفتي نقدر نلحم هذه features provided by welding. يعني ما كنا نقدر نسويها بالبولتس، ما نقدر نلحم قطع عفوا نثبت قطعة بشكل عمودي على بليت إلا باستعمال قطع أخرى بحيث تكون عندنا موازية. إذا هاي types of joints. الwelding type أنواع اللحام عندنا أنا طرقت من قبل شوية الفيلت ويلد والجروف ويلد والسلوت أو بلاك ويلد. هنا الفيلت هذا هو الفيلت، شوفوا يعني خلي قطعتين ويلم اللحام على شكل خلينا نقول ربع أسطوانة وتمشي بالطول ربع أسطوانة السايز مالته أو نصف القطر هو سايز اللحام ويمشي بالاتجاه الطولي. والجروف ويلدينج بأن إحنا نجيب القطعتين و بالكوسر ناخذ هذه الصفحه اليمنى وصفحه اليسرى تصير على شكل حرف V، اما حرف نصف حرف V او حرف V مكتمل ونبني اللحام. هنا مساحه اللحام كبرت، هنا مساحه اللحام كبرت فالنوع الجروف اكثر كفاءه من نوع الفلت. البلاك ولدنج، البلاك ولدنج اشبه بالبوربي ما يعني، طبعا بالمناسبه هو اقدم انواع اللحام اللي بالحضارة الرومانية اللي قوا بعض التفاصيل كانوا يجيبون معدن قوي يطرقوا حيل يطرقوا إلى أن يخلقون ثقب بين قطعتين ويجيبون منصهر الرصاص أيام زمان عندهم الرصاص ينصهر بدرجات حرارة قليلة ويصبوه بداخله. بعدين طورت بدأوا يسوون المنصهرة وصلوا حد الحديد يسبكوه بهذه الطريقة فيسموها the slot or plug weld. ماشي اللي هو هنا الكروس سكشن بي بهذا الشكل. رموز اللحام، الرمز الأول لو شفنا المثلث صاير للأسفل نقول بأن هذا اللحام نير سايد. شنو مصطلح نير سايد؟ أنا عندي قطعتين واحدة فوق اللخ، قطعتين بهذا الشكل واحدة فوق اللخ أوكي. فإذا ألحم بالوجه اللي أمامكم يعني بهاي المنطقة يسموه هذا النير سايد، أما إذا ألحمت بالقفة بالعامية يسموه أذر سايد بالخلف أذر سايد. فحتى نميز بين هذا اللحام صاير أمام الناظر لو خلف الناظر، فالمثلث إذا للأسفل معناه اللحام أمام الشخص الناظر، المثلث إذا بالخلف معناه اللحام بالجزء الخلفي، وإذا خلف وأمام بهذا الشيء. زين هاي الأرقام شنو؟ ربع وستة. إذا نتكلم بالإنجات فهذا المقصود به ربع إنج والطول ست إنجات. هسه بما أن إحنا نشتغل بالآي إس سي اللي هو تعتمد الإنج والقدم فهذا ربع إنج وهذا الطول ستة، بينما إذا نشتغل بالمواصفات الأوروبية أو خلينا نقول بالمواصفات الصينية يخلي هنا مليمتر والطول هذا يخليه أيضا بالمليمتر. فمعناها قد طول اللحام. زين هنا شنو هاي الدائرة؟ مكتوب world all around، اختفى الرقم. يعني إذا عندك قطعتين، إذا عندك قطعتين وهذه القطعتين في حالة تماس، شكو منطقة تماس تلحمها وجه وقفة وشكو منطقة تماس، فماكو داعي بعد تذكر الرقم بس تخلي الدائرة لآخر. هنا أنا رمز نوع اللحام E70. وايرات اللحام مثل ما قلت لكم الاف واي مالتها تختلف، يبدي من E60 E70 E80 E90 يوصل حد الـ E120 حسب نوع المنشا. للستركتشرال وولدنج خلينا نركز على هاي العباره، مينيمم نتقبل E60 E70 هذا يعني خلينا نقول الموست يوز هو الـ E70 اللي هسه عندنا الوايرات اللحام المتوفره بالسوق المحليه هي E60 E70. إذا أردنا نأخذ واير لحام أعلى مواصفات يراد أولاً نزيد كفاءة مادة مكنة اللحام ونستورد نوع خاص من الوايرات، لأن هي موضوع ماتيريال وماكنة لحام في نفس الوقت. لو شفنا هذا المثلث أخير شيء في الولد وعليه مثل العلم، يعني هذا خط وهذا مثلث أسود عليه مثل العلم، يقول لك هذا فيلد ولدنج، معناه هذا مخطط عندك، هاي المنطقة لا تلحمها بالمعمل، عيفة وراهم العمال ينقلوها
وتروح للموقع وبعدين هاي القطعة تلحم بالموقع. فإذا خلى هذا الرمز معنى هذا اللحام لا ينجز للمحمل وإنما يؤجل إلى الموقع. هذه الرموز طلاب أنا ما راح أمتحنكم بها يعني، بس أنا أقول الجزء الأول والثاني راح أطلب من عندكم تخلي رمز اللحام، بس لأني أغلبكم مثلا بدأوا يشتغلون بعضهم بمنشآت نفطية بعضهم بالمصافي، فبدأوا تجيهم خرائط من الخارج على المهندس بالموقع يفتهم الخريطة يقرأها شنو المقصود بها وراه يدقق. إذا ما عرف ما راح يقول، ما أغلب بشرنا يثولها يلتهي غير أمور، يلتهي شنو الغداء شنو العشاء، سيارة توصلنا ما توصلنا، راتبنا على الشهر زاد لو نقاص. بس عنده معلومات لا راح يقول لهذا الشخص اللي يشتغل عندك نقص طول اللحام عندك هنا أنا مثلا هاي القطعة ليش لاحمة بالموقع كان مفروض تلحمها عفوا بالوركشوب تلحمها بالموقع إلى آخره. هذه بعد رموز أخرى تقدرون تطلعون عليها بالمانيوال موجودة أشكال أخرى وعديدة. أوكي. محاضرتنا الأولى أو الجزء الأول انتهى.